بسم الله الله يمسيكم بالخير. وكثير يسأل كيف أعرف أن عندي سكر. في الحقيقة أن هناك 9 أعراض، هذه الأعراض ربما تشير إلى سكر. الأول هو الظمأ الزائد، واثنين الجوع الزائد، أو 3 أنه ينزل الوزن بدون سبب، والله لأني مسوي دايت ولا تمارين فجأة يا أخي نزل وزني نزل. هذه هي. والشيء الرابع كثرة التبول الله يكرمكم، خصوصا في الليل. والعرض الخامس هو الخمول والإرهاق، هو ما سوى لا الأنشطة ولا شيء. أو 6 العصبية، متنرفز على طول، زعلان على طول. أضف إلى ذلك زغللة في النظر، اضطراب في النظر أحيانا. أو 8 التئام الجروح يكون بطيء، يعني لما ينجرح يقعد الجرح يقعد ما يلتئم زي زمان. أو 9 أنه يحصل عدوى بكتيرية في أماكن متكررة بشكل يعني ما كان كذا، يعني مثلا التهاب المسالك، كل شوية يجي التهاب المسالك. هذه 9 أعراض. في شيء مهم جدا يسمونها عوامل الخطورة، بمعنى أن الإنسان اللي يسوي هذه الأشياء احتمالية أنه يصاب بالسكر مرتفعة عن غيره. في مقدمتها زيادة الوزن. ورقم 2 قلة النشاط اليومي، ما يمشي ولا يتحرك على التلفزيون على الريموت وينام ويرقد بس. رقم 3 هو أحد والديه أو أشقائه عند السكر، هنا يكون أيضا عنده احتمالية. ورقم 4 التقدم في السن، لذن السن فهو من عوامل الخطورة، مع أن بدأنا نشوف أيضا أطفال ومراهقين يجيهم السكر رقم 2، وهذا الشيء ما كان معروف زمان، هذا بسبب سوء الغذاء. ومن عوامل الخطورة سكر الحمل أيضا، وأيضا ارتفاع ضغط الدم، وأيضا تكيسات المبائض عند النساء، أيضا اللي عندهم ارتفاع في الدهون الثلاثية والكوليسترول. طبعا اذا واحد عنده اي عرض من هذه الاعراض او عنده عامل من الخطوره يروح للطبيب في المركز الصحي الحكومي، راح يعمل له فحص للدم الصائم، والصائم 100 فما تحت يجب ان يكون. طبعا الصيام الطبي 8 ساعات فما اكثر، ممنوع من كل شيء الا الماء، الماء عادي يشرب. او سوى التراكمي افضل، طبعا التراكمي من 5.6 فما دون يجب ان يكون، اذا تعدى 5.6 مع الى 6.4 هذه مرحله ما قبل السكري، 6.5 او 6.5 فما فوق خلاص هذا سكري. عسى الله يوفقنا وياكم، سلام.